بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في أكاديمية العطاء الطبية، وياكم زميلتكم دكتورة آلاء. إن شاء الله راح أكون وياكم بمادة اكتينيكال ومادة سيستم الماسكولوسكليتال سيستم. فهسه هنا اليوم بديت لكم بمحاضرة كلش بسيطة اللي هي الهيربس زوستر. شنو هو الهيربس زوستر؟ اللي هو الحزام الناري. هسه اكو طلاب يقولون دكتوره ليش ما بلشتي بالانفليميشن؟ ما بلشت بالانفليميشن لانه المحاضره كلش طويله، واني اريدكم تبدون محاضره قصيره وحتى تسوي لكم واهس لقدام. فهسه هنا بهاي محاضرتنا مالت الهربس زوستر اللي هو بالعربي اللي اسمه الحزام الناري. هسه راح نجي طريقتي بالشرح راح تكون نشرح ونفهم الماده اللي قدام وبعدين نجي نراجع بالسلايد. اوكي نجي اول شغله، احنا ايش عندنا؟ شنو موضوعنا؟ موضوعنا خلينا نجي نكتبه هيربس، من تجون تلخصون هيربس زوستر او الاذر نيم اللي هو شينجلز. خوش، شنو شينجلز بالعربي؟ شنو اسمه؟ الحزام الناري. هسه اني اول معلومه عرفت انه الهيربس زوستر هو نفس الشينجلز وبالعربي اسمه الحزام الناري. زين، احنا بالبدايه لازم نعرف ما هو هذا المرض. شنو هو هذا المرض؟ غير نريد نعرف، احنا نريد نفهم الكلمه حتى تثبت ببالنا. اول شيء، هذا المرض هل هو مثلا مناعي؟ هل هو مثلا نتيجة تروما، يعني واحد وقع وانصاب؟ اوكي، هل هو نتيجة انفكشن، عدوى؟ اوكي، انتم برأيكم الحزام الناري نتيجة شنو؟ نتيجة انفكشن. يعني شنو نتيجة انفكشن؟ يعني عندي اما، شوفوا انا هسه جاي اشرح بالتسلسل، معنى انفكشن شنو؟ يعني هذا السبب اما بكتيريا او فيروس او فنجاي، يعني فطريات، او بروتوزوا طفيليات اللي هي الديدان. اذا اني اجيت عرفت انه الهيربس زوستر هو نفسيت الشنجل، بالعربي اسمه حزام ناري. ثاني نقطة، عرفت انه هذا المرض شنو سببه؟ سببه انفكشن. شنو يعني انفكشن؟ يعني السبب اللي راح يسبب للمرض اما بكتيريا او فيروس او فنجاي فطريات او بروتوزوا اللي هي الديدان والطفيليات. فهنا الهربس زوستر سببه شنو؟ سببه فيروس، فيروس كوز. زين، منو من عندهم سببه فيروس؟ يعني من تجيني بالامتحان ويقول لي الهربس زوستر از كوزد باي بكتيريا، شو اقول له؟ اقول له غلط. ليش؟ لان الهربس زوستر سببه منو؟ سببه فيروس. نجي للسؤال الثاني، احنا عندنا الاف ملايين من الفيروسات، من هو الفيروس؟ من هو الفيروس اللي راح يسبب لي الهربس زوستر؟ بحثوا بالموضوع ولقوا بانه الفيروس اللي يسبب لي هربس زوستر اسمه فارسيلا زوستر فيروس. خوش حكي. اذا سببه انفكشن، هاي الانفكشن سببها فيروس، الفيروس اسمه فارسيلا زوستر. شنو هو فارسيلا زوستر فيروس؟ واضح. شنو اسمه؟ فارسيلا زوستر. شنو هو فيروس؟ زين، قالوا احنا خلينا نجي نسولف شويه عن الفارسيلا. شافوا بانه الفارسيلا تسوي لنا شغلتين وذني مهمات، صح انها ما موجودات بالمحاضره بس حتى تفهمون لي قدام. شافوا بانه مثلا خلينا نقول هذا واحد اسمه احمد، اوكي، جاي يمشي وطخ بواحد، يعني تلامس ويا واحد، ايش عنده؟ عنده حب بجسمه. اوكي، هسوي لكم اياه بلون احمر، عنده حبوب بجسمه بس بعده ما يعرف هي شنو هاي الحبوب. تمام، طخ بي، اخذ له فتره اللي اذا سامعين فتره الحضانه، شافوا انه اول ما تاثر بي ايش صار عنده؟ العفو، طلع همين حبوب بجسمه وبوجهه. اوكي، يعني واحد مصاب بالفارسيلا زوستر فيروس طالع له حبوب بجسمه، طخ بيه صار هم حبوب بجسمه.
شو اسمي هذا؟ اسميه chicken box. يعني شنو chicken box؟ اللي هو جدار الماء، جدري الماء، وكل احنا صاير بينا واحنا صغار. يعني شنو دكتورة؟ ما جاي نفهم شنو طخب واحد شنو هاي. يعني الفارسيلا زوستر فيروس اول ما تدخل للجسم السبب انه chicken box وليس هربس زوستر. واضح؟ نجي اذا هذا الفارسيلا، طبعا هيك رمزوله فارسيلا زوستر فيروس، اول ما يدخل للجسم يسوي لنا chicken box. اوكي، اتشاف من التشيكن بوكس طاب من جدر الماء. يمكن انتم تعرفونه باسم ابو خريان. اوكي، لا هيا اكل علم، بس هو هيك اسمه. اوكي بالعامي، فهذا الفارسيلا زوستر فيروس اول ما دخل الجسم قالهم اني اسوي تشيكن بوكس. يروح هذا التشيكن بوكس ورا ما طاب، شو يقولهم؟ يقولهم هذا الفيروس اني اقعد وين؟ بالاعصاب. اوكي، شو اسمها هاي الاعصاب اللي راح يقعد بيها؟ اسمها دورسال روت جانجليا. دورسال روت جانجليا، هذا من يصير له اكتيفيشن يعني ورا سنين، يعني جوز هذا من كان بيبي، من كان صغيرون عمره سنه سنتين ثلاثه، احنا اغلبنا صار بينا بالمدرسه من كنا صغار هذا تشيكن بوكس. فاحنا يجوز خلال حياتنا من الاربعينات من نتعرض مثلا الحافه فشي يحفزها، وهسه راح نعرف شنو اللي يحفزها بالسلايدات الجايه، راح يظهر لنا على شكل هربس زوستر، حزام ناري. نعيد نلخص حتى نحفظ، نطلع من المحاضره حافظينها. هربس زوستر اسمه الثاني شينجل، بالعربي اسمه الحزام الناري. هذا المرض سببه انفكشن. What the cause of infection؟ فيروس. What the name of the virus؟ فارسيلا زوستر فيروس. فارسيلا زوستر فيروس أول ما تدخل للجسم سوينا chicken box. من طاب من chicken box يروح هذا الفيروس يقعد وين؟ بالدورسال روت جانجليا، ومن يتأكتف من يصير له reactivation due to any cause، إن شاء الله نعرف الأسباب بالسلايدات الجاية، يسوينا herpes zoster، حزام ناري. يعني هسه بالMCQ ذا اقول لكم فارسيلا زوستر اول ما تدخل تسوي لي هربس زوستر، تقولوا لي رونج. اول ما تدخل تسوي لي تشيكن بوكس، الري اكتيفيشن اوف ذا فارسيلا زوستر، اعاده تنشيط الفارسيلا زوستر، ويل كوز، سوف يسبب هربس زوستر. هسه نجي لهنا، انا ضفت لكم هذا اللي هو تشوفون هذا شكل الفيروس. طبعا مثل ما اتفقنا انتم ما مطالبين به، لانه بالمرحله الثالثه راح تدرسونه بالفيرولوجي. اوكي، منين يتكون، شنو هو، بس اريد تعرفون شغله، انه هذا الفيروس هو عباره عن دبل ستراند دي ان اي. اوكي، هنا خلينا نضيفه ويا هاي المعلومات اللي هو دبل ستراند دي ان اي. شنو يعني دكتوره دبل ستراند؟ تعرفون بانه الدي ان اي اما شريط واحد دبل ستراندد، هيك صايرات مثل اللفتين، او واحد هو دبل ستراندد هذا شكله. اوكي، بدون رسم. هنا أنا هذا هو التشيكن بوكس اللي هو جدر الماء من يدخل، واغلبكم شايفيه. تمام، هنا أنا ضايفه لكم شنو الفرق بين الهربس زوستر شينجل والفارسيلا اللي هي تشيكن بوكس، بس اني ما راح اتطرق لها هسه لحد ما اخلص المحاضره مالتنا. فهسه هنا جاي يشرح لنا الشرح اللي شرحناه، يقول لنا الزوستر اللي هو شنو الزوستر. هنا طبعا احنا هنا هذا يقول هو عباره عن reactivation، اعاده تنشيط latent فارسيلا زوستر اللي هو موجود بالدورسال روت جانجليا. هاي مهمه جدا، هاي مهمه. اوكي، نجي هنا ايش نتفق، شو يقول لنا؟ احنا شنو نعرف؟ تذكرون احنا مش عندنا هذا الجسم، وهذا الجسم اللي هو راح يكون ملون، هاي المنطقه يغذيها السطحيه يعني السكن، وهذا يغذيها فلان شيء، وهذا يغذيها فلان شيء، وهذا يغذيها فلان شيء، وهاي هيج. اوكي، كل عصب له منطقه. فمثلا تنضرب احنا عندنا مثل هاي المنطقه، اوكي، مالت من هاي المنطقه، من تضرب هاي المنطقه تاخذ فقط المنطقة التي يغذيها العصب. يعني شنو دكتورة؟ يعني هنا تشوفون بالصورة انه احنا عندنا بالتشيكن بوكس هذا الحبوب انتشرت على طول
الجسم، يعني تشوفون الحبايب وجهه. طبعا انا من الاشخاص اللي صارت عندي الفارسيلا حتى بالاورال كافيتي، حتى يم التونسال، حتى يم البلاعيم، حتى يعني الاندر ارم، يعني حتى يعني بالمنطقه مال العين. اوكي، فهو وين موجود؟ على طول الجسم. لكن 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 الشينجل او الهيربس زوستر يصير فقط في المنطقه التي يغذيها العصب، وهاي معنى كلمة segmental eruption. segmental شنو هو eruption؟ شنو يعني segmental eruption؟ يحدث فقط في المنطقة التي يغذيها العصب. وين هذا العصب اللي ينضرب؟ يم العين. يصير بس بالمنطقة اللي يم العين، وهسه بالمحاضرة اكو صور لها. بالمنطقة اللي مثل بالإيد، فقط العصب اللي يغذي الإيد فقط منطقة الإيد، يعني ما راح يصير شنو هو جنرالايز كل الجسم. هسه صارت المعلومة من هنا بهاي السطرين. يابا الزوستر هو منين؟ من ري اكتيفيشن، إعادة تنشيط الفارسيلا زوستر فيروس اللي وين قاعد؟ قاعد بالدورسال رود جانجليا. شي يسوي لنا؟ يسوي لنا جنرالايز ايربشن، كل الجسم يطلع بيه حب. لو سيجمنتال ايربشن، لا سيجمنتال ايربشن يعني فقط مقطعي. يقول ان هذا الفارسيلا زوستر فيروس يسوي لنا فارسيلا تشيكن بوكس والهربس زوستر الشينجلز، هاي اللي شرحناها. يقول اول ما صار عندنا الانينشيال انفكشن، هاي الفارسيلا راح تنحفظ بالدورسال رود جانجليا اللي هو وين؟ بالسنسوري نيرفز، بالاعصاب الحسيه، ويصير لها اعاده تنشيط بعدين على مدى حياته. اوكي، هسه نلخص من جديد انه احنا شعدنا هربس زوستر شينجل انفكشن، سببها فيروس، هذا الفيروس فارسيلا زوستر اللي هو دبل ستراند دي ان اي، هذا راح يسبب لنا تشيكن بوكس and herpes zoster. herpes zoster شلون يصير؟ من يصير له reactivation latent varicella zoster with dorsal root ganglia ويكون segmental eruption. لازم هسه تكونون حفظتوهن وياي حتى من تطلعون من المحاضرة حافظين وفاهمين، ومراجعة بسيطة تثبت عندكم. هسه أريد أجي أسوي لكم مقارنة. شنو هي هاي المقارنة دكتورة؟ نجي نقسم. احنا ايش عندنا؟ عندنا تشيكن بوكس اللي هي الفارسيلا، وال شنو هو اللي هو الزوستر فيروس. شنو الزوستر فيروس؟ اللي هي تشيكن بوكس والزوستر. هذا وين يصير؟ غالبا في الاطفال والشباب. تمام، غالبا بالاطفال والشباب يصير. الشينجل شو يكون؟ يكون بالكبار، في الكبار، يعني هو كمان وين؟ بالكبار. العفو. بس ايش دا يقول لنا؟ يقول لنا هاي الشينجل انكمان، غير شائعه بالتشايلد هود، بالطفوله، والينجر ادلت لايف، والشباب. اذا هو هنا الزوستر فيروس اذا مو بالاطفال والشباب، ليش؟ لان التشيكن بوكس تصير بالاطفال والشباب وينخزن بالدورسال روت جانجليا، ومن يكبر يطلع لنا على زوستر فيروس. اذا انا نجي اقولكم زوستر فيروس او العفو الزوستر، اوكي، او هربس زوستر. طبعا هنا اسف، هنا كاتبه زوستر فيروس، هو قصدي هربس زوستر. من اجي اقولكم الشينجل او الهربس زوستر كمان ان تشايلد هود، هو شائع بالطفوله، شو تقولوا لي؟ غلط. ليش مو شائع بالطفوله؟ لان التشيكن بوكس هو الاكثر، هو شنو هو؟ ان كمان، غير شائع. واضح؟ هنا انا هاي الانسيدنس والسيفيرتي تفيدكم بالام سي كيو، خاف الدكتور يحب هاي السوالف. اللي هو ايش دا يقول؟ يقول نسبة الحدوث مالته والشدة of the herpes zoster تزداد مع زيادة العمر. يعني شنو؟ اوكي، يعني شي يقول لنا؟ يقول لنا مثلا بالثمانين نسبة حدوثه 10 كيسات لكل 1000 مريض. اوكي، يقول لكن هو متوسط العمر اللي يصير هو 60 سنة. نجي نفهم اول شغلة هنا، اقدر شجي يقول، شو اقول لكم؟ يقول لكم
يقول لكم هنا هذه السيفيريتي، سيفيريتي زائدا الانسيدنس. شنو الانسيدنس؟ اللي هي نسبة الحدوث. شنو يعني نسبة الحدوث؟ يعني ايش قد راح يصير عند هذا الشخص؟ هل تقل مع العمر ام تزداد مع العمر؟ ايش راح تقولوا لي؟ increase substantially with age، يزداد تدريجيا مع العمر. اوكي، فشي يقول لنا؟ يقول لنا هم تقريبا اغلبهم شو وقت يصير عندهم؟ يصير عندهم فارس العفو الهربزوستر متوسط العمر راح يكون وين؟ بالستين. اوكي، يقول من يوصلون عمر الثمانين سنة راح يكون عندنا تقريبا عشرة يتمرضون لكل ألف مريض. اذا هو يزداد مع العمر، لو يقل مع العمر يزداد تدريجيا مع العمر. شقد متوسط العمر اللي ممكن يصير؟ متوسط العمر اللي ممكن يصير هو 60. اوكي، يقول هاي الشخص اللي عنده تاريخ مرضي ويا من؟ ويا الفارسيلا. راح يكون ها، احنا مو قلنا بالبداية راح يصير عندنا فارسيلا العفو تشيكن بوكس اللي هي نفسها الفارسيلا تشيكن بوكس. شقد نسبة انه يصير عنده هربس زوستر خلال حياته؟ نسبة 20%. يعني هسه احنا، انا من الاشخاص اللي قلت لكم انه انا صارت عندي تشيكن بوكس او الفارسيلا يمكن واني ثالث ابتدائي، فنسبة حدوث انه ممكن يصير عندي هربس زوستر خلال حياتي هي 20%. اذا ايش نفهم من الابيديميولوجي؟ اول شيء هو شائع بالكبار لو بالصغار؟ شائع بالكبار، هو انكمن غير شائع في الطفولة والحياة بالشباب، يزداد مع تقدم العمر. اوكي، متوسط العمر اللي ممكن يصير 20%. يقول اذا واحد مصاب بالفارسيلا ايش قد نسبة حدوث انه يصير عنده حزام ناري؟ نسبة حدوثه 20%. هنا اول شغلة اريدكم تعرفون شنو يعني كلمة باثوجينيسيس، لانه فهم السؤال هو نصف الجواب، مو هيك دائما نسمع؟ شي يقول لنا؟ طبعا راح تسمعون اكو كلمة باثولوجي واكو عندي باثوجينيسيس، انتبهوا لهاي النهاية، خاف مرات يجيب لكم رتن يعني كتبولي عن الباثوجينيسيس. شنو يعني باثوجينيسيس؟ خلينا نجي، احنا مو عندنا اسم المرض هو هربس، عفوا هربس زوستر. شنو الاتيولوجي؟ يعني شنو الاتيولوجي؟ يعني الكوز، الكوز فارسيلا زوستر فيروس. الباثوجينيسيس شنو معناتها؟ how the فارسيلا زوستر فيروس cause the disease، شلون سوت لنا المرض؟ اوكي، شلون سوت لنا هاي الفارسيلا؟ شلون سوت لنا الهربس زوستر؟ زين، نجي احنا شو متفقين من البداية؟ اتفقنا انه هذا واحد، خلينا نقول اي شيء اسمه مصطفى، احمد، علي، اي واحد، شبيه صار عنده؟ شبيه بالمدرسة صاح بعده صار عنده تشيكن بوكس. ورا ما صار عنده تشيكن بوكس وغاب عن المدرسة تقريبا 3 اسابيع، طاب. من طاب صار عنده؟ صار عنده اجا هذا الفيروس. هذا الفيروس وين قعد؟ قعد بالدورسال روت جانجليا. زين، هذا احمد ايش سوى؟ راح دخل كلية طب. اوكي، وبكلية الطب تعرفون انه الحياة مالتنا كلها عبارة عن شنو؟ عبارة عن سترس. اوكي، وصار مقيم اقدم او دجا يدرس اختصاص، يعني صار كبير بالعمر. اوكي، تعرض للسترس. اوكي، من تحرض السترس ايش صار عنده؟ صار عنده reactivation، اعادة تنشيط. شنو هو؟ اعادة تنشيط الهاي الفارسيلا زوستر فيروس، وطلع له على شكل حزام ناري. يعني فشي يقول لنا هنا؟ يقول هذا الهربس زوستر يظهر على شكل تنشيط الفارسيلا زوستر فيروس اللي ممكن يكون spontaneously، اما بوحده اذا هذا اول اختيار، او بسبب. اذا شنو؟ be induced by، يعني اما بسبب spontaneously وحده،
أو أولاً سترس، يعني مثل ما قلت لكم تخيلوا إنه واحد دخل كلية طب وراح يدرس بورد، وورا البورد يركض بين المستشفى والعيادة، فتعرض للسترس توتر شديد، صار عنده ترجع له أكتيفيشن. شرط إنه هو عنده، يعني مو فجأة ضربة حزام ناري، لازم قبل عنده شنو تشيكن بوكس أو صخن، صخن أوكي، أو شنو صار عنده خطية كانسر، يعني صار عنده سرطان وراح يتعالج. وانتم مثل ما تعرفون واحدة من خطوات العلاج للسرطان انه هو العلاج بالإشعاع، فيقول هذا من يتعرض للإشعاع radiation therapy، علاج بالإشعاع، صار للتحفيز المن للهيربس زوستر، بعد تعرض المن الى local trauma، يعني مثل جاء يركض وانضرب على المنطقة اللي قاعد بيها الفارسيلز زوستر فيروس، او الاميونو سبرشن اللي ما عندهم مناعه، يعني هم ما عندهم مناعه جماعه الدي ام سكري، او اللي ياخذون كورتيكو ستيرويد اللي هو شنو الهيدروكورتيزون، ذولا مناعتهم قليله، او اللي عندهم كانسر عندهم سرطان، او اللي ياخذون كيمو ثيرابي، ذولي كلهم شبيههم، ذولي كلهم مناعتهم قليله. اذا من اجي اقولكم انه شنو العوامل اللي تحفز لي الفارسيلا زوستر، تقولوا لي اما بوحده او نتيجه ستريس فيفر راديوثيرابي لوكال تروما اور اميونو سبرشن. من هم الاميونو سبرشن؟ جماعه السكر اللي ياخذون كورتيكوستيرويد، الكانسر، واللي ياخذون كيمو ثيرابي. شنو كيمو ثيرابي؟ علاج كيميائي. زين، فهسه هنا شو يقول لنا؟ يقول لنا شلون صار هذا. هناش عندنا يقول لنا خلال الهربس زوستر اوت بريك، اول ما هذا الاوت بريك، اول شيء هي هاي الدورسال روت، هاي الدورسال روت خلينا نتخيلها، هاي اعصاب، هاي الجانجليا، اوكي هاي الدورسال روت جانجليا. اول شغله راح شي يسوي ريبليكيت، شنو ريبليكيت؟ راح يتكاثر. اذا اولا راح يتكاثر، وين يتكاثر؟ بالمنطقه نفسها بالدورسال روت جانجليا. زين، هو جاي يتكاثر راح يسوي لي شيء، شي سوي لي؟ سوي لي painful ganglionitis. يعني شنو؟ مو هو جاي يتكاثر راح يخلي هي هاي المنطقة نفسها تلتهب، هي اسمها ganglia. الايتس نهاية ترمز الى الانفلاميشن اللي ان شاء الله راح نشرحها بالمحاضرة الجاية. فهنا هذا صار بي replication، سوالي painful شنو هو؟ ganglionitis. زين، يقول هذا الالتهاب اللي جاي يصير وين بالاعصاب والخلايا، نكروسيس يعني ديث اوف سيل، موت الخلايا، شي يسوي لي؟ يسوي لي سيفير نيورالجيا. سيفير نيورالجيا، شنو نيورالجيا؟ الالجيا دائما هاي المصطلح تلقونه بالنهايه معناها بين، ونيورو معناتها نيرفوس شنو هو؟ سيستم، اللي هو فشي يسوي لنا الم بالاعصاب، الم كلش قوي، ويزداد كل ما انتشر الفيروس بمن؟ بالسنسري نيرف. اذا هسه ايش فهمت ثاني؟ يقول يابا هذا الفيروس اول ما نشطه اما سبونتينيوسلي او نتيجه سبب سواء سترس فيفر وغيرهن، هذا ايش راح يسوي؟ يتكاثر، وهو يتكاثر راح يسوي لنا التهاب بالمنطقه سميناها بينفول جانجليونايتس. كل ما زاد هذا الالتهاب وكل ما صار عندي نيكروسيس يعني موت بالخلايا، كل ما شي يسوي لي هو، لان بالاعصاب الجانجليون بالاعصاب، فشي يسوي لنا؟ يسوي لنا الم بمناطق الاعصاب سيفير نيورالجيا، وهذا الالم يزداد كل ما انتشر الفيروس خلال الاعصاب الحسيه. زين، هسه هاي بالبدايه، فهنا هسه راح اشرح لكم مثال على وحده من الصور. فهنا خلي ننتقل للجسم وبعدين نرجع. تشوفون هذا هنا، هذا وين طالع له؟ طالع له بمنطقة الكلية. واحدة من الحالات اللي صادفتني بأنه اجتي مرة كبيرة بالعمر تشكي من ألم يم الكلية مالتها، تمام؟ سيفير بين، يعني اجت شنو سيفير بين؟ ألم جدا قوي. واحنا نعرف ان يجي واحد حاط ايده على كليته ويصيح كليتي توجعني، هو باعتبارنا كليته، اوكي؟ فهو شو نفكر؟ نفكر بانه عنده كدني ستون، عنده حصوه بالكليه، اوكي؟ فينطونها علاج او يسوونها سونار ويلقون الكليه ما عندها شيء، ما بها شيء، يعني الكليه فارغه، ما عندها ستون. زين، تروح الحجيه ورا كم يوم ترجع
ترجع تقول للدكتور بنفس المنطقة مال كلية بلش يطلع لي حب. اذا شو تفهمون؟ تفهمون انه هي كانت عندها سيفير نيورالجيا، وورا كم يوم ايش بلش عندها؟ بلش عندها راش اللي هو طفح جلدي، واضح؟ فهسه هنا طبعا هنا عفوا هذا السلايد هسه نرجع له. فهنا شي يقول لنا؟ يقول لنا ري اكتيفيشن، إعادة التنشيط للبارسيلا زوستر فيروس ممكن يصير بأي وقت ورا ما صار عنده بارسيلا. طب هو جاي عيد ونسقل، نعيد ونسقل، شو نقول؟ نقول ماكو حزام ناري إذا مو قبل عنده شنو؟ إذا مو قبل عنده جدر الماء اللي هو تشيكن بوكس أو بارسيلا. خوش؟ فشوف شو يقول لنا. يقول لنا أكثر من 90% أول ما يبلش الحزام الناري يبلش عندهم برودروم. برودروم يعني شو نقول؟ البارز، تبلش حكة، برورايتس يحك بهاي المنطقة، تينجلينج يعني مثل الوغزات، شون واحد يتشك تشك بيه بأبرة، وتندرنس. تندرنس شون يعني؟ شوفوا خل أعلمكم آني مصطلحات باعتبار هاي سنتم ثانية وإن شاء الله السنة الجاية ثالث. عندنا كلمة tenderness وعندي كلمة pain، شنو الفرق بيناتهم؟ أوكي؟ البين المريض يحس بالألم بدون ما طخه، يعني أنا كدكتور مو عندي فحص، أجي أفحص المريض وأخلي إيدي على المنطقة وأشوف إذا عنده شيء. من يجي ويقول لي أني عندي هاي كليتي توجعني ويصيح، هذا شو أسميه؟ pain. إذا أجيت أنا كدكتور ولمست المنطقة وهو بس ما لمست المنطقة، قمز من الألم، أوكي؟ يعني يقول لك لا تطخها، لا تلمسها، أوكي دكتور لا تلمسها حيث تأذيني، هذا شو سميه؟ tenderness. إذا بين اللي أنا كدكتور بس ما أطخ المنطقة يتهيج عند الألم مثل ما يقولون. فهاي معنى كلمة tenderness. هايبرستيزيا يصير خدر بالمنطقة وانتنس بين، ألم كلش قوي. ومثل ما قلت لكم انه اني صادفت حجية اجت تشتي من كليتها باعتبار انه هي يم منطقة الكلية، اوكي، لكن ورا كم يوم اجت عندها حبوب فعرفنا بالمنطقة طفح جلدي، فعرفنا انه هي عندها شنو؟ هربس زوستر. يقول هذا followed by painful eruption، يعني قلت لكم ورا ذني. اذا هسه اذا اقول لكم what are the او شنو الهربس زوستر بيجن، تقولوا لي حكه tingling sensation hyperesthesia tenderness and intense pain، الم كلش قوي. يقول وراها راح تطلع لنا physical. physical يعني حبوب، اوكي، physical هي حبايه وبها مي، هاي معنى physical لانه اكو هواي انواع من الحبوب. on يقول on an erythemata space، شنو erythemata space؟ يعني مو هاي الحباية القاعدة مالتها شنو لون هالقاعدة مالتها؟ حمرة. خوش، القاعدة مالتها حمرة. in dermatomal distribution العفو، انا استوني قلت لكم انه وين راح يصير؟ segmental. شنو segmental؟ فقط في المنطقة اللي العصب بيها متأثر مو كل الجسم. ثاني قلت لكم انه الفيزيكال هي عبارة عن حباية وبيها مي، فشي يقول لنا؟ يقول لنا clear physical quickly become purulent. هسه نراويكم clear physical يعني حباية بيها مي صافي، فجأة تصير كأنما بيها جراحة وخلال كم يوم راح تطق ويتنشف الجراحة، كراست الجراحة تنشف عليها، اوكي. هسه راح اضيف لكم صور وتشوفون شنو اللي جاي اقدم. عفواً من هذا الكلام النظري نجي تشوفون هاي الصور هنا، أنا طبعاً هي مو كلش واضحة، بس هسه هاي الحباية خلنا أقللكم القلم هنا، هاي الحباية هسه شو تشوفونها؟ هاي الحباية اليمها شنو هي؟ عبارة عن كلير حباية وبيها ماي، هاي هم نفس الشيء. تأخذ لهاش كم يوم شو تصير؟ تصير بيوريولنت طبعا شنو؟ erythematous based. تشوفون انه الحباية قاعدة على مكان احمر، تاخذ لها ورا كم يوم شي يصير بيها؟ burst. شنو burst؟ طق. وش تصير؟ crust، هاي القشور، crust يعني قشور، اوكي. فهسه هاي هم burst اللي صايرة سودة، burst و crust،
اوكي بيرست و كراست. هنا هم نفس الشيء، تشوفون انه هاي بعدها كلير، اوكي هاي بعدها كلير. هنا مبلشه شو تصير؟ مبلشه تصير بيورجولنت، اوكي وهنا طاقه ومبلشه تصير كراست. اوكي هنا هم نفس الشيء، هاي كلها عباره عن بيرست طاقه زائد كراست، صايره على شكل كراست. هسه نرجع نلخص الكلينيكال فيتشر. هسه من اقولكم شنو الكلينيكال فيتشر، شو تقولوا لي؟ تقولوا لي دكتوره اول شيء راح يبلش انه عنده بروريتس حكه، تينجلينج وغزات، تندرنس، بعد هايبرستيزيا او انتنس بين، وراها يطلع عنده شنو بينفول ايربشن. من اجي اقولكم مصفول الراش الحب اللي طلع شو تقولوا لي؟ تقولوا لي هنا فيزيكال، فيزيكال يعني حبايه متروسه مي، اوكي مو تكتبون اكني ترى تختلف، اوكي او توصفونها بغير شيء، هاي الشغلات الجلديه حساسه وتختلف. ففيزيكال بها على قاعده حمراء، وين مكانها؟ بالديرماتومال ديستربشن. هذا بالبدايه كلير، وراح يصير بيوريولنت، وراح يصير بيرست، وراح شي يصير كراست، اربع احداث. اذا هي فيزيكال على قاعده لونها احمر، جلد لونه احمر، بالمنطقه اللي مضروب بها العصب، بالبدايه كلير، وراها يصير بيورينت، وراها يصير بيرست، وراها شي يصير كراست. اوكي هاي الكلينيكال فيتشرز اللي هي العلامات السريريه. هسه هنا شي يقول لنا، هاي مهمه جدا، يقول لنا هذا السائل اللي من الهربس زوستر بالفيزيكال، يعني واحد اليوم واحد عنده حزام ناري، وجيت اني شلون نقول حبايه طقت وطخت الجسم مالتي من عنده، يعني تلامست وياه. هنا راح ينتقل الفارسيلا زوستر فيروس لمن؟ الي، اللي اني ما عندي اي شيء. برايكم من ينتقل الفارسيلا زوستر فيروس من واحد عنده حزام ناري يصير عندي بالبدايه تشيكن بوكس، لو زوستر راح يصير عندي تشيكن بوكس. اوكي هاي جدا مهمة، بغلطكم ترى بالام سي كيو، leading to varicella chicken pox but not herpes zoster، وليس حزام ناري. شلون راح ينتقل؟ شنو الطريقة مال الانتقال حتى نتجنبها؟ household contact، يعني تستخدم فراشة، تستخدم ملابسه، اوكي تستخدمون نفس الليفة بالحمام، نفس الشامبو والمحتويات، هاي الشغلات. 15% بمن؟ بالزوستر، بالمقارنة ويا من؟ 80 إلى 90% للبارسل. يعني قلنا التلامس ويا ابو الحزام الناري ينتقل بنسبة 15% من التلامس، لكن اذا تلامست ويا واحد عنده بارسلة جدر الماء ينتقل لك بنسبة 80 إلى 90%. دكتورة شنو هذا السلايد؟ نعيده للمرة الاخيرة. اول شغله اجينا الواحد احنا كدكاتره بالمستشفى، جانا واحد عنده هربس زوستر، تلامسنا ويا السوائل مال هاي المنطقه، واني ما عندي، يعني قبل ما مصابه مثلا، قبل ما مصابه راح شي يصير عندي؟ يصير عندي تشيكن بوكس او بارسيلا. لو يصير عندي هربس زوستر، احنا قلنا البارسيلا اول ما تدخل تبلش لنا بالتشيكن بوكس، عود بعدين من يصير لها رياكتيفيشن ترجع للحزام الناري. شلون ينتقل؟ ينتقل بالتلامس، بالهاوسهولد كونتاكت. زين هاي همين كلام جدا مهم. يقول لنا هذا الزوستر برايكم يصير باي يوني شنو؟ يعني وان سايد، يوني لاترال لو باي لاترال، يعني بجهتين، يعني شنو القصد؟ يعني قصدي بايد اليمنى يطلع بايد اليسرى همين؟ لا. اوكي فهو شي يقول لنا يونيلاترال، لكن ممكن يأثر على أكثر من يعني إذا ضارب أكثر من عصب عادي يكون هني طبعا، بس هو ما ضارب عصب واحد ويطلع لي بأكثر من منطقة، اتفقنا إنه لا. هاي النسب شبيها مهمة، كل منطقة شقد راح يطلع بيها الحزام الناري. منطقة القفص الصدري اللي هي 53%، المنطقة العنقية 20%، منطقة اللي بالرأس اللي هي trigeminal nerve إذا تتذكرونه، اللي trigeminal شي يغذينا المنطقة مال اليم العين والنوز واليم الشفة، اللي هو الأوفثالميك، هذا اللي احنا عن جاي اليم العين أوفثالميك بنسبة 15%،
لمبو ساكرام هي المنطقة اللي يم الكلية اللي غالبا نشوفها بيها، هم 11% وهن الموز كمان انفولفد ذن مينسن ينحفظن مثل اسماكم. يقول ان هذا اذا واحد عينه مو هو الاوفثالميك نيرف ترايجيمينال نيرف اللي هو الاوفثالميك نيرف، شو يسوي لنا؟ يسوي لنا تقرح بمنطقة العين ويسوي لنا تليف، وممكن شو يؤدي؟ يؤدي الى العمى. اوكي شو يؤدي؟ يؤدي الى العمى. فهسه هنا أنا اكو صوره شرحتها اذكركم، هذا الشخص وين ضارب الفارسيلا زوستر؟ ايش ضارب؟ هسه اذا اجيب لكم هاي الصوره واقول لكم يا عصب اللي متاثر ايش راح تقولوا لي؟ راح تقولوا لي اوفثالميك نيرف اوف ترايجيمينال اللي هو فرع منين؟ من اذا اقول لكم شنو الكومبليكيشن مال هذا؟ شوفوا الكومبليكيشن مو مال الحزام الناري كله، لا الكومبليكيشن مال هاي الصوره اللي قدامه، شو تقولوا لي؟ تشوفون عين ما باقي عنده، كورنيال ألسريشن تقرح القرنيه، فايبروسيس اوكي تليف، فايبروسيس احنا قلنا العفو سكارينج ندب، فايبروسيس ندب سكارينج ندب يعني كأنه ما تنحفر هاي المنطقة، وإذا ما تعالج يسوي لنا بلايندنس. شنو بلايندنس؟ يعني يصير هذا الشخص ضرير يفقد حاسة البصر. هذا اللي قدامنا هم نفس الشيء ضاربة عنده وين المنطقة؟ يلا سمو لي وياه، يا عصب مضروب اوفثالميك نيرف اللي هو فرع من الترايجيمينال نيرف. ايش تشوفون قدامنا؟ تشوفون انه طالع عنده هاي المنطقة، اول شيء هاي بيها كلير، وهاي اللي تشوفون الاصفر ذنه ترى طاقات بس بعدهن ما صايرات سود. اوكي هاي كلير فلويد. اوكي فذولي هنا أنا. هاي هنا عينه مورمه، هذا ضارب عنده الاوفثالميك نير من الترايجيمينال. شنو الكومبليكيشن؟ كومبليكيشن سوي لنا كورنيال التريشن سكارنج، واذا ما عالجناه شي يسوي لنا؟ يسوي لنا بلايندنس. هسه شي يقول لنا؟ يقول لنا جينيكيوليت جانجليون اللي هي وين راح تسبب لنا؟ اكو سندروم اسمها رامسي هانت سندروم، هاي سندروم مهمه. شنو هي هاي السندروم؟ يجي واحد عنده شرجي، سامعين بيه؟ فيشيال بالسي شرجي، وعنده جهه وحده يفقد حاسه التذوق، وعنده تقرحات وين؟ بالبوكل، يعني بالبوكل بتجويف الفم، وياها راش اللي هو شنو راش؟ طفح جلدي بالاكسترنال اوديتوري كنال يم الاذن، يم الاذن مالته. فشنو يجي؟ يجي تشوفون عنده شرجي، يقول لكم اني ما ابغى، تفتحون حلقه بجهه واحده، تفتحون حلقه تلقون عنده تقرحات، تلقون راش يم الاذن مالته، شو تقولون؟ تقولون هذا عنده رامسي هانت سندروم. ضفت لكم هاي الصورة تشوفون انه هذا شعتها عندها فيشيال بالسي، بعدين ان شاء الله تعرفون شلون يعني عنده فيشيال بالسي. اوكي وتشوفون انه هذا عنده شنو؟ عنده اكسترنال اوديتوري كانال، بالفحص اذا قال اني ما جاي اذوق وعنده بوكال التريشن نسميه رامسي هانت سندروم. هسه راح نجي لموضوع الكومبليكيشن، هذا موضوع الكومبليكيشن واني طالبة سادس يعني جاي امتحن فاينل حتى نتخرج، سألوني شنو هو الكومبليكيشن مال البارسيلا والهربس زوستر، فيعني شغلات معلومات عامة مو شرط الا انتو حافظيها. يقول لنا اول شغلة تجون من يقول لكم كومبليكيشن دائما خلوا جوابكم مرتب حتى الدكتور ينطيكم فول مارك. من اجي اجاوب اقول اولا هو المضاعفات كل واحد يصير عنده مضاعفات؟ لا. فشجي اقول اولا ان اميونو كومبيتنت. شنو يعني اميونو كومبيتنت؟ يعني بالاشخاص اللي مناعتهم كلش قويه راح شنقول له؟ تقول له ريسولف راح يروح without WO معناها without مختصر لها كومبليكيشن بدون مضاعفات، بدون مضاعفات. هاي اول نقطه بالاشخاص اللي مناعتهم كل زينه راح يطيبون بدون شنو؟ مضاعفات. زين نجي شنو هي هاي المضاعفات؟ احنا استونا قلنا راح الانسيدنس والسيفيرتي انكريز وذ ايج. بس شو يقول لنا؟ يقول لنا المضاعفات مال الهربس زوستر مور سيفير وذ انكريزينج ايج اند اميون كومبرومايز ذوي المناعه المنخفضه. اذا هاي شضيف شضيف لها، احنا مش قلنا الانسيدنس
زائد السيفيريتي. هسه شو تحطون وياها؟ حتى وحدة حفظ واحد زائد الكومبليكيشن المضاعفات، شبيهن ذني كلهن ذني؟ راح يكون انكريز وذ ايج، راح يزداد ويا العمر. زين، هسه اول شغله عرفنا بانه بالاشخاص اللي مناعتهم كل زينه وقويه شبيهم راح يطيبون بدون مضاعفات، لكن الانسيدنس نسبه الحدوث والشده والمضاعفات كلهن شبيهن راح يزدادن ويا العمر. اوكي، نجي هسه للمضاعفات، سوونهن نقاط. خوش، يقول لنا اول وحده، اول نقطة اللي هي بوست هيربيتيك نيورالجية، هاي الكلمة هنا جدا جدا مهمة، اللي هي commonest اشهر and most intractable sequel of zoster، هي اشهر واكثر وحدة مهتمين بها. شو يعني بوست هيربيتيك نيورالجية؟ استوني قلت لكم الجية يعني بين، ونيورالجية اللي هو النيورون او النيرفوس سيستم. فهنا ورا ما يصير عنده هربس زوستر تبقى عنده منطقة بهاي الأعصاب، فهي أشهر شيء وأهم وحدة. شنو تعريفها؟ هذا التعريف مهم، يجيكم ديفاين أو يجيكم ام سي كيو، يقول لكم هو استمرار أو إعادة الألم أكثر من شهر ورا بداية الحزام الناري، وش قد تصير نسبتها؟ 10 إلى 20% من جماعة الحزام الناري، وهنا تزداد الانسيدنس والسيفيرتي ويا العمر. هسه شنو متفقين؟ يا بنيجي المضاعفات اذا كان الاميونو كومبتنت، يعني المناعه مالتهم فول الفول خاصه بالاطفال والشباب، راح يطيبون بدون شنو كومبليكيشن. طبعا احنا شو اتفقنا؟ قلنا ان كمان احنا قلنا الهربس زوستر غير شائع بالاطفال واليونج ايج، بس ما قلنا نيفر هابن. انتبهوا للكلمات، ان كمان غير شائع بس ممكن يصير، اي ممكن يصير. نيفر، نقول نيفر يعني ما راح يصير نهائيا ومتاكدين من عنده 100%. اوكي، اول مضاعفه اللي هي بوست هربتيك نيوراجيا، اول شغله لازم تعرفوها انه هي اشهر وحده، يعني تجيكم بالام سي كيو ويقول لكم مثلا شلون نقول فيفر وحده من مضاعفاتها، او يصير عنده خلينا نقول اي شيء ثاني، شو تقولوا؟ لا، اشهر وحده هي بوست هربتيك نيوراجيا، معناتها استمرار او رجوع الالم لاكثر من شهر ورا الحزام الناري ورا بدايته. ايش قد النسبه مالته؟ 10 إلى 20% من جماعه الحزام الناري، ونسبته تزداد ويا العمر. بعد يقول احنا طبعا ايش ركزنا؟ احنا قبل شويه قلنا سنسوري نيرف هي اللي تنضرب، الاعصاب الحسيه هي اللي تنضرب. فهنا شي يقول لنا الاعصاب الحركيه غير شائعه، بنقول ان كمان ممكن تصير بس مو دائما، ممكن تصير بس شنو؟ مو دائما. but has lead to paralysis، يعني يصير عنده شلل وين؟ بالاوكيولار مصل. احنا قلنا اذا صار بمنطقه العين راح يصير عنده شلل بمنطقه يعني بالعضلات مالت العين، facial muscles العضلات مالت العين، الدايفرام الحجاب الحاجز and the bladder المثانه. اذا هسه ايش فهمنا؟ فهمنا انه احنا هو وين يصير، نرجع نركز عليها، تذكرتنا طرقنا لها بواحد من السلايدات، قلنا بالسنسوري نيرف وركزت لكم عليها، الموتور نيرف ممكن يصير، اي دكتورة ممكن يصير، اذا صار شي يسوي لنا؟ هو غير شائع بس اذا صار شي يسوي لنا شلل بالعضلات، سواء بالعين بالوجه بالحجاب الحاجز او المثانة. المضاعفات الثانية يقول ويا من؟ ويا هاي الاصابة الفيروسية تجينا اصابة بكتيرية، secondary bacterial infection. 3 تترك لي ندب سكارينج، 4 شو سوينا؟ سوينا سحايا مننجيو انكيفالايتس. بعد 5 شو سوينا؟ نيمونيا ذات الرئة. 6 شو سوينا؟ التهاب بالكبد هيباتايتس، التهاب بالكبد. هسه يلا عددوا لي منو اشهر وحده بوست هربتيك نيورالجيا، قد نسبتها؟ 10 إلى 20. الموتور ممكن يصير به يعني فقط سنسوري، لو الموتور ممكن يصير به ممكن بس هو ان كمان، اذا صار فهو يسوي لنا باراليسيس. شنو الثانيات؟ سكندري بكتيريال انفكشن، سكارينج اللي هي الندب، يصير عنده سحايا مننجيو انكيفالايتس، نيمونيا ذات الرئه،
والهيباتايتس اللي هو التهاب الكبد الفيروسي. هسه هنا شو يقول لنا؟ يقول لنا انت هسه احنا شو متعودين هسه راح تاخذوها من يجيني مريض، احنا شو راح ناخذ من عنده؟ راح ناخذ من عنده هيستوري. شنو هيستوري؟ اللي هو تاريخ المرضي. وراها شو اسوي له؟ اسوي له اكزامينيشن. شنو اكزامينيشن؟ يعني انا فحصه. ورا ما فحصته ان شاء الله بالمرحله الثالثه تعرفوها، بس انا جاي اعلمكم عليها. وراها كدكتور شو تسوون؟ تدزونه انفستيجيشن حتى تتوصلون للشيء اللي شكيتوا به، وعلى ضوءها شو تسوون؟ تعطون تريتمنت. هذا اني الاربعه كليات سوا، شو اسميهن كليات سوا؟ شو نسميهن؟ نسميهن مانجمنت. يعني من يجيكم سؤال رايت اباوت ذا مانجمنت اوف هرب زوستر، تبلشون انه هو شلون طلع الراش، من الفحصه ايش نلقى، شدوا زون انفستيجيشن، شنو العلاج. بينما من يقول لكم وات ذا تريتمنت تكتبون فقط فلان علاج وفلان علاج. من يقول لكم انفستيجيشن بيقولون ندز فلان وفلان. فهنا تنتبهون، احنا يقول لنا هنا تشخيص الحزام الناري يكون سريري. اني شفت انه طالع عنده هذا الراش اللي هو عبارة عن physical on erythemata space، بالبداية كان clear بعدين purulent، ممكن يجي بي cross to burst. اوكي طالع عنا فقط بsegmental region. من اسئلة قبل صاير عندك صاير عندك chicken box يقول لي ايه، فهاي كلها تمشي ويا الهربس زوستر. ما راح نحتاج ندز تحاليل، انفستيجيشن ندز تحاليل. يقول بس اذا واحد كلش يريد يتاكد شو يسوي؟ يسوي له فايرال كلتشر، يعني يزرع الفيروس حتى ويكاثره ويشوف يا فيروس، او نسميه شنو هو بي سي ار. اوكي بولي ميريز. شنو بي سي ار؟ اللي هو بولي ميريز تشين رياكشن. هذا التحاليل دزونا فيرال كلتشر او بوليميريز تشين رياكشن. هسه نجي انمن للتريتمنت، شنو هو العلاج؟ انا راح انطيكم اياها من البدايه. احنا العلاج راح نقسمه همين اقسام، اوكي، وحسب الحاله، مو كل واحد نعطيه علاج. فهنا شي يقول لنا؟ يقول لنا عندنا جنرال تريتمنت، يعني شغلات عامه، وعندنا سبيسيفيك، شغلات خاصة. شنو إن الجنرال تريتمنت؟ نقول له ريست، ارتاح، لا تتحرك، لا تجهد نفسك، لا تضغط على هاي المنطقة مال الأعصاب. وش نعطي؟ نعطي مسكن ألم. شنو مسكن ألم؟ براستول، ميفينامك أسيد اللي هو البونستان أغلبكم تعرفوه، أوكي، إبيوبروفين. زين، فريست زائد أنالجيسيك. شنو أنالجيسيك؟ اللي هو مسكن للألم، لأن إحنا شو قلنا؟ قلنا راح يجيني بتندرنس بألم من آني أفحصه، ويجيني بإنتنس بين، ألم جدا جدا قوي. زين، فهنا قلنا ذني شو وقت استخدمهن؟ شنو الانديكيشن مالتهن؟ نستخدمهن ذني الاثنين إذا كان عندي mild attack of zoster in young age. أول شيء الحالة مالته متوسطة، الحالة مالته متوسطة، وثاني شيء باليانك اي. هسه عندنا هنا اول شغلة نعرفها انه اني عندي اذا الريست وانالجيسيا اللي هو مسكن الالم، واخذنا مسكنات الالم اللي هم براستول، بونستان اللي هو الميفيناميك اسيد، اذا واحد عنده مايلد بين، اوكي، اول شيء مايلد بين، ثاني شيء لازم يكون باليانك. زين، شو وقت ثاني شيء السبيسيفيك؟ شنو هو السبيسيفيك؟ انه نعطي انتي شنو هو فايرال دراج. شنو هو الانتي فايرال دراج؟ هذا الانتي فايرال دراج شو وقت شنو الانديكيشن مالته؟ شنو يعني الانديكيشن؟ انديكيشن معناها سيجيكم السؤال وات انديكيشن اوف انتي فايرال. شنو هو هذا الانديكيشن مال الانتي فايرال؟ اولا انه يكون عنده بينفول زوستر انفكشن وين؟ أولاً in adult and at any age، يعني إذا عنده painful zoster virus سواء adult أو بأي عمر، وين؟ عنده بالفيشيال زوستر يعني طالعت له بوجهه، أو بالأشخاص اللي عندهم نقص مناعة. إذن هسه شنو الانديكيشن مالت الريست والانالجيسيا؟ mild attack باليونج. الانتي فيروس شنو الانديكيشن مالتهم؟ انه بينفول زوستر انفكشن بالادلت او باي عمر، لازم عندهم اما فيشل او بالاميونو كومبرومايز.
زين هسه عرفنا المن ننطي، المن ننطي الانتي فايرال، طبعا هسه راح نعرف شنو هم الاسماء مال الانتي فايرال. شو وقت نبلشه؟ نبلشه خلال 72 ساعة من بداية السكن ليجن، من بداية السكن ليجن. زين منو هم؟ منو هم ذولي؟ منو هم ذولي الانتي فايرال اللي هم؟ اول واحد اسايكلوفير او فامي سايكلوفير او فالا سايكلوفير، كلهم ننطيهم للهربز زوستر اللي عندهم مناعتهم. يقول هنا the treatment of herpes zoster بالimmunocompetent individual and result in decreased severity، يقلل لنا الحدة والديوريشن يعني الفترة مالت السكن ليجن اند بين. يعني هسه احنا قلنا الانتي فايرال لما ننطيه بمن؟ بالبينفل، بالادلت، باي عمر، باللي عندهم فيشل زوستر، بالاميونو كومبرمايز. ممكن ننطيهم ايضا وين؟ بحالات الاميونو كومبتنت مناعتهم زينة، بس شو وقت؟ حتى تقلل لنا الحدة مالتها وش قد الفترة، يعني بدل ما يتعافى باسبوعين يتعافى باسبوع. يقول مي بليف، ممكن نعتقد انه انتي فايرال لازم نبلشه early in shingle can reduce the chance and the duration of post herpetic neuralgia. يقول انت كل ما اكو اعتقادات تقول كل ما نبلش الانتي فايرال من وقت كل ما نقلل البوست هربتيك نيورالجيا من وقت، خاصة وين؟ بالالدرلي. شنو الالدرلي او الالدر بيشنت؟ بالمرضى الكبار بالعمر. هاي منو هسه؟ علاج علاج الهربس زوستر. شلون نقسمه؟ نجي نقسمه. اولا ريست اند انالجيسيا، المنو؟ للمايلد اتاك اند ان يونج بيشنت. اثنين انتي فايرال، من هم اللي ننطيهم انتي فايرال؟ اللي هم اللي عندهم بينفول زوستر بالادلت او باي عمر، اذا عندهم فيشل زوستر او مناعتهم قليله. شو وقت نبلش به؟ خلال 72 ساعه من وجود سكن ليجن. شنو سكن ليجن؟ يعني تقوم المنطقه تحكه، تطلع حب، تصير حمراء. اوكي، منو هم هذول الانتي فايرال؟ اسايكلوفير اللي هو اهم واحد واشهر واحد، فامي سايكلوفير والبالا سايكلوفير. واضح؟ هسه نجي شلون نعالج البوست هربتيك نيورالجيا، مو شلون نعالجها وانما شغلات نستخدمها وياها. شنو هذول الشغلات؟ اول واحد اللي هو تراي سايكليك انتي ديبرسنت، نعطيهم بلو دوز. شلون يعني بلو دوز؟ نعطيهم بجرعة قليله، مثل ايش؟ مثل اميتريبتالين، نورتريبتالين. يقول ليش؟ لانه يعني يصير عندهم كآبه من شده الالم، هم كبار بالعمر فننطيهم مضاد اكتئاب. اثنين اللي هو الجابابنتين اللي هو كلش فعال بعلاج الآلام ويخليهم ينامون، ينامون براحتهم. اوكي، اذا اول شيء نعطيهم مضاد اكتئاب جابابنتين حتى السليب مالتهم يتحسن. ثلاثة نعطي 8% كابسياسين اللي هو باتش لزقة اللي تقلل لنا الالم مالت البوست هربتيك نيورالجيا تقريبا 12 اسبوع افتر ساعة من الابليكيشن. يعني شنو هي لزقة؟ يجيبوها يلزقوها على الحزام الناري. اوكي، مدتها شقد يلزقونها؟ ساعة كاملة. شقد يبقى المفعول مالتها؟ 12 اسبوع، يعني تقريبا 12 اسبوع، تقريبا 3 اشهر. اوكي، هاي 8% كابسياسين. اربعة اللي هي الاذر تريتمنت، مثل ايش؟ الانالجيسيا قلنا براستول وبونستان وغيرهن، املا كريم، ليدوكين مسكن الم، ليدوكين باتش، ناركوتيك انالجيسيا، بريجابالين، نيرف بلوك اللي هنا شلون نقول هاي شايفين شلون مالات الاسنان يقفلون العصب، والبايو فيدباك. هذني فور بوز هربتيك نيورالجيا تعددون دوني. اقول لكم هربز زوستر الفوق. هسه عندنا البريفنشن. شنو يعني البريفنشن؟ يعني شلون نمنع هذا الحزام الناري؟ يعني شلون؟ يعني شلون نمنع؟ يعني من البداية ان الواحد ما يصير عنده نهائيا. شلون نمنعه؟ انه نمنع الشيكن بوكس. فهنا شو يقول لنا؟ الزوستا باكس يقول اللي هو عبارة عن لقاح، اوكي، للكبار اللي اكبر من، يعني هسه مثلا اني كان عندي تشيكن بوكس من صغيرة، اذا اريد اتجنب الهربس زوستر من اكبر، من يصير عمري فوق الخمسين، اخذ شنو؟ زوستا باكس اللي هو فاكسين لقاح. اوكي، يقول it is result in reduction، يقلل لنا نسبة حدوث الحزام الناري بنسبة 51%، ويقلل لنا البوست هربتيك نيورالجيا 67%. هذا اول لقاح.
اللي هو زوستافاكس. ثاني لقاح اللي هو شو يسمونه شينغريكس فاكسين، اللي هو شنو هذا؟ طبعا انتبهوا المن ليف اتينيويتد، يعني الفيروس عايش، بينما ريكومبنت زوستر فاكسين يختلف، نوعية ثانية من عنده. يقول هاي اكتشفوه ب 2017 نعالج الأكبر همين اللي أكبر من 50 سنة. يقول ناخذ جرعتين خلال 2 إلى 6 أشهر أبارت، يعني ناخذ جرعة والجرعة الثانية ورا 2 إلى 6 أشهر. شقد الكبار؟ لازم أكبر من 50 سنة، 50 إلى 69 سنة، راح يكون فعال بنسبة 97% في منع الشينجلز، 91% بمنع البوست هربتيك نيورالجيا. يقول فهذا التأثير الكبير، أوكي؟ إيش قالوا؟ قالوا إنه إحنا عندنا هاي منظمات قالوا إنه هذا اللقاح أحسن منين؟ أحسن من زوستافاكس للعلاج الهربس زوستر. فهسه هنا أو منع العفو هربس زوستر. إذا البريفنشن أنا أستخدم لقاح. عندي لقاحين زوستافاكس شينغريك فاكس. أوكي؟ الزوستافاكس ليف أتينيويتد. الشينغريكس فاكسين ريكومبنت زوستر فاكسين. منو الأحسن؟ شينغريكس. هاي هنا على الصورة اللي هي شنو الفارسيلا اللي هي تشيكن بوكس، وهذا شنو الزوستر اللي يسوي لنا بوستر بتكنيورالجيا. وهنا تشوفون هذا بكل الجسم، هنا قاعد بالدورسال روت جانجليا، من تنشط طلع لنا فقط بالمنطقة اللي مضروب بها العصب، وهاي مضاعفات هواية، وهنا المضاعفات مالت الفارسيلا. لهنا خلصت محاضرتنا. أي سؤال أي استفسار إن شاء الله راح أكون موجودة، وأهلا وسهلا بكم.